وبالعودة إلى متابعة موضوع توسع رقعات القتال في إثيوبيا، نلقي الضوء الليلة على جيش تحرير أورومو، خاصة بعد إعلانه أن مقاتليه على بعد أسابيع فقط من دخول العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. جيش تحرير أورومو المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيغراي هو الجناح العسكري لجبهة تحرير أورومو، والتي عاد قادتها من المنفى بعد عفو من أبي أحمد عام 2018 مقابل تخليهم عن المعارضة المسلحة. وقد أعلن رسميا تحالفه مع جبهة تحرير شعب تيغراي بالرغم من أن المظاهرات العارمة التي قادها الأورومو كانت السبب الرئيسي في سقوط حكم تيغراي لإثيوبيا. وينتمي جيش تحرير أورومو إلى أكبر عرقية في البلاد، الأورومو، وأغلب أبنائها من المسلمين. تقع العاصمة أديس أبابا ضمن إقليم أوروميا كما تشاهدون هنا على الخريطة، وينحدر منه رئيس الوزراء أبي أحمد. لكن المعارضة الأورومية تعتبره أقرب إلى عرقية الأمهرة التي تنحدر منها والدته وزوجته. يضم جيش أورومو آلافا من العناصر المسلحة تنتشر معسكراتهم في المنطقة الغربية من إقليم أورومو وأواسط منطقة شيوا. حالات التوتر في تيغراي ليست جديدة، فهي موطن 7 ملايين نسمة ومن أصل 122 مليونا هم عدد سكان إثيوبيا. وأبناء تيغراي هم ثالث أكبر مجموعة عرقية بعد الأورومو والأمهرة. في عام 1975 بدأت جبهة تحرير شعب تيغراي تمردا طويل الأمد ضد الحكومة العسكرية التي تولت زمام الأمور بعد خلع الإمبراطور هايلي سيلاسي. وقد أدى هذا الصراع إلى تفاقم الجفاف وتفشي المجاعة في إثيوبيا في تيغراي بين عامي 1985 و1983، وراح ضحيتها أكثر من 1 مليون شخص ضحية هذه المجاعة. الحكومة الإثيوبية أنذاك حاولت تخفيف أثر الجفاف عن طريق إعادة توطين مئات الآلاف من المزارعين قسرا في مناطق تتوفر فيها المياه في الجنوب وفي الغرب من البلاد، ولكن هذه الإجراءات لم تمنع من فرار مئات الآلاف من الحرب الأهلية والمجاعة إلى السودان وإلى جيبوتي. وبحلول عام 1987 سيطرت جبهة تحرير شعب تيغراي على جزء كبير من الإقليم، إقليم تيغراي. وينضم إلينا للحديث عن هذه القضية ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ كاميرون هاتسون، مستشار المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان ومدير مجلس الأمن القومي للشؤون الإفريقية سابقا. أهلا وسهلا بك. طيب سيد كاميرون، لنبدأ بالوساطات الجارية، هل يمكن أن نعتبر أن مهمة المبعوث الأمريكي يعني فشلت تماما؟ Well, it's very difficult to say. من الصعوبة بمكان الحديث عن الآفاق الآن. طبعا المبعوث الخاص ذهب إلى إثيوبيا وحل هناك ليومين وقابل رئيس الوزراء آبي البارحة وغادر، لذلك لم نرى ما تكشف عن تلك اللقاءات، ولكن نعلم أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بإجلاء موظفيها من سفارتها في أديس أبابا، وهذا مصداق لاعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية بأن القتال قد يقترب من أديس أبابا، لذلك توخوا الحذر وبدأوا بإجلاء الرعاية الأمريكيين وحتى أيضا بعض الموظفين من السفارة. طب أنت ما هي السيناريوهات التي تراها بناء على هذه التعقيدات التي تحدثت عنها؟
من الصعب بالإمكان أن نقذف بالغيب الآن، لأننا لا نعرف ما تريد جبهة تحرير الشعب تيغراي فعله بخلاف رفع الحصار، وهي قالت أن ذلك أولوياتها. ولكن هل سيزحف إلى أديس أبابا؟ هل سيطيح بآبي؟ هل سيستلم السلطة كزعماء للبلاد؟ أو هل سيختاروا أن يقطعوا الطريق على جيبوتي أو ربما ذهب إلى مناطق أخرى؟ نحن لا نعرف ما هي خططهم، ومن المفاجئ أن الوصول إلى أديس أبابا ربما قد يكون سهلا لأنهم هزموا جبهة الانديف، وبطبيعة الحال تفاجأوا لأن الوصول إلى أديس أبابا ربما ممكن، لذلك يجب أن يقرروا ويضعوا خططهم. شكرا جزيلا لك كاميرون هاتسون، مستشار المبعوث الأمريكي السابق للسودان. شكرا لك.